بصدد إعلان نتيجتها تقدم ليها 172,902 ليصبح إجمالي الطلاب المستهدفين في المرحلتين 300,315 من إجمالي 365,497. يتبقى حوالي 65,000 طالب بالإضافة إلى طلاب الدور الثاني في الثانوية العامة وطلاب الشهادات العربية والمعدل. الحد الأدنى للمرحلة الثانية كان 320 درجة للمجموعة العلمية بنسبة 78%، والحد الأدنى للمرحلة الثانية في المجموعة الأدبية كان 209، ودول طبعا بيسمح ليهم بالتقدم في المرحلة القادمة. إن شاء الله سوف يتم فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب في الكليات المناظرة وغير المناظرة طبقا للقواعد المعلنة للمرحلتين الأولى والثانية مع بعض يوم الثلاث 16/8، وهيظل الباب مفتوح لتلقي الطلبات حتى الجمعة 19/8، وده طبعا تنسيق في حدود النسبة المقررة وهي 10%. بعدها بأيام قليلة هيتم إعلان نتيجة التحويلات. بعد إعلان نتيجة التحويلات مباشرة هيعلن عن بدء المرحلة الثالثة اللي هي هتشمل العدد المتبقي 65,000 طالب وكسر بالإضافة إلى طلاب الدور الثاني وشهادات المعادلة. لما نعلم نتيجة التحويلات هيحدد ميعاد فتح المرحلة الثالثة في نفس التوقيت. بنخلص التحويلات أولا، وقلنا التحويلات هتستمر القبول من 16 إلى 19/8. بنلاحظ من مؤشرات المرحلة الثانية إن انخفض الحد الأدنى